السلام عليكم خوتي خواتاتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو مغاير تلبية لبعض الأخوات العزاز، طلبوا مني نحكي لهم كيفاش بديت اليوتيوب، كيف جاتني الفكرة وشنو هما المراحل اللي مريت بهم حتى تفعلت القناة، حتى جاني الكود للأدسنس، كيفاش أنه يعني المراحل اللي مريت عليها إلا حتى سجلت كل شيء في البنك ديالي والحمد لله. اول حاجه ما كانش عندي في البال واحد النهار غادي ندخل في هذا العالم ديال اليوتيوب ابدا. واحد النهار حطيت فيديو فيه التهنئه ديال العيد الكبير، يعني عيد الاضحى، عادي جاتني هكاك، جاني في الواتساب، قلت علاش ما نحطوش حتى انا في اليوتيوب وصافي، غير غنحطو صافي، ماشي زعما كاين انني داخله للعالم ديال اليوتيوب ولكن غادي نحطو. ملي دخلت نشوف لقيت التعاليق جميله، الناس كتهنئني حتى هما بالعيد وكيردوا عليا، سبحان الله العظيم يا نزهت شهرتي. عجبني الحال. بالصدفه لقيت في الفيديو، بقيت كنشوف الفيديوهات المهم اللي تابعين لهذوك ديال التهنئه، لقيت واحد الفيديو فيه مباشر، دخلت ولكن تلفت البنات، لقيت فيه غير فلان عطرتك، فلان فرشختك، فلانه معاك، فلان. انا كتبت السلام عليكم وهما هجموا عليا، بقاو يكتبوا الاسم ديالي وكل شيء، كيقول لي كيكتبوا لي نزهه فرشختك، ما كنتش دايره نزهه عفوا، كنت دايره فيه ميمي عصفرتك عطرتك عتي فرشختك، ما فهمت والو. بقاو عليا ردي الامانه ردي الامانه، وناري شنو غادي نرد انا وشنو، ما عرفت راسي باش تبليت، ما عارفه شنو وقع. مولات المباشر اللي دايره اللايف كتقول لي حطي البصمه، ناري شنو ديت انا ما نحط، شنو هاد البصمه. المهم كتبت لهم سمحوا لي انا ما فهمت والو. هو كيكتب لي واحد الاخ سميتو سفيان والزوجه ديالو كريمه اللي كنعطيهم احسن واغلى تحيه، يعني ناس ما شاء الله عليهم. قال لي عندي الحفله مع 6:30 دخلي عندي نشرح لك. قلت ليه اش من حفله؟ قبيلي على حفله، شنو هاد الحماقه، انا ما عارفه شنو هاد الحفله هذه. قال لي هي ولات المباشر، قالت لي لا ممنوع اننا نقولوا الاسم ديال اللايف او المباشر، هذاك الشيء باش كنكتبوا حفله كنقولوا حفله. واخا بقيت، المهم بقيت حاريه، درت استفتح داك الاخ، دخلت عنده وعاد بقى كيشرح لي، ولكن كل شيء بالرموز، يعني بالمعنى منين شافني مصندله ما فهمت والو ما قفلت والو، قال لي كتبي الرقم ديالك وغادي تعيط لك مراتي وغادي نشرحوا لك كل شيء. انا كما نقدرش نكتب الرقم ديالي، قال لي لا انا غنعطيك الرقم ديالي انا وقيديه عندك، من الاحسن انا راجل بعدا كاينه باش ما تعرضوش نتوما لشي حاجه. فصافي مهم شرحوا لي، من هذا عيطت لي مرتو وعاد فهمتني، الله يكثر خيرها، زعما كريمه ما شاء الله عليها، واحد الانسانه. الناس اللي ما مشاش لعند سفيان، هو ما عارفنيش كندير هذا الفيديو اصلا، لان هذه مده طويله ما هضرت معاهم مع كريمه، وقع لي مشكل كان مشى لي النمره ديالهم، وغادي نحاول ان شاء الله غادي نرجعها عن قريب، لانهم الناس يستاهلوا، هذوك يستاهلوا، هذوك الناس يبقاو عندك ما شاء الله عليهم، يعني ناس طيبين الله يسهل عليهم، يستاهلوا كل خير. المهم بقاو كيشرحوا لي وبقاو يجروني معاهم، في ما كان شي لايف كيصيفطوا لي مساكن في الواتساب يقولك دخلي في هذا، دخلي غتلقينا تماك. المهم شنو نقول لكم البنات، يعني اسبوعين 15 يوم وانا معاهم بالليل وبالنهار، مع التوقيت ديال المغرب وفرنسا ماشي بحال بحال، يعني حماقيت وليت نعس في الصالون، نعس في المجر والله، كتلقيني مغمضه والتليفون في يدي فيه اللايف. دخلت معاهم حتى انا، انسجمت معاهم حتى كملت الشرط ديالي، جوج الاسابيع كملت 1000 مشترك. المهم شرحوا لي، قالوا لي منين تجيك واحد الرساله ديال التهنئه شنو شنو، يعني انه غادي يهنئك اليوتيوب بانك كملتي 1000 مشترك. من بعد منها قالوا لي ديك الكاميرا اللي كتكون عندك الفوق في القناه ديالك منين تشوفي فيها الزائد، يعني تقدري ديري المباشر، قالوا لي كيفاش انه المنتدى، غيجيني المنتدى، شرحوا لي كل شيء. يعني المشكل هو انه قالوا لي خاصك ديري تنتي اللايف المباشر تماك. البنات انا تصدمت، قال لك خاصك ضروري باش تجمعي 4000 ساعه، وهي ناري انا غادي نهضر على المباشر مستحيل. قالوا لي غادي تدخلي واخا معاك وحنا غادي تفتحي وحنا معاك. دخلت وفتحت البنات داك اللايف
والله العظيم الا غير بلي كان عالم بيا. تالفه دخل سفيان والزوجه ديالو كريمه وبقاو معايا كيكتبوا لي، وانا كنهضر معاهم كنجاوب كنقرا شنو كتبوا وكنهضر معاهم عادي. لقيت راسي صافي انسجمت معاهم صافي، بقاو كيجيبوا لي الناس، درت حسابات، بقيت كنعاون اللي دخل عندي بضروري خصو يكمل 1000 مشترك. هادو الناس اللي كيعرفوني قدام راهم كانوا كيعرفوها، اي واحد دخل عندي اللايف ديالي كندير المستحيل باش يكمل 1000 مشترك ويكمل الشرط ديالو الاول ونثبتو له 1000. يعني حتى ولا كل شيء كيقول لهم اللي بغى يكمل 1000 مشترك يمشي عند نساء، وهذا بفضل الله وحبايبي العزاز اللي كانوا مسانديني، يعني كانوا معايا بزاف بزاف، يعني لائحه طويله كنخاف نقول الاسماء وننسى شي واحد، كان معانا بزاف ما نقدرش نقول، يعني راهم هما عارفين راسهم. ولكن وكانت بنت اختي الحبيبه ديالي حنونه دايره حسابات حتى هي كثيره، وخليناها هذيك غير باش كتثبت لنا الالف للناس، يعني الناس اللي كيديروا الالف هي كتدخل عندهم ديك 20 ولا 30 حساب باش كتثبت لهم. والحمد لله تعرفت على ناس ما شاء الله عليهم من كل بلد، وتعرفت على ناس الله يهديهم قداو حاجتهم وكانوا داخلين معانا بنيه سيئه خليهم، ولكن راه يعني هما ما اداوناش حنايا، راهم اثروا غير على راسهم. المهم كنت لايف كل نهار البنات اللي كنعرف، وانا كنعرفهم البنات كنشتغل لهم انا على الفيديوهات ديالهم، كنخدم لهم الفيديوهات كل نهار، وهما كذلك كنعاوتاني كنردوا معايا الواجب ديالهم الله يكثر خيرهم. وكذلك حنونتي بنت اختي كانت كتشعل لي الفيديوهات يوميا حتى كملت سوايع، مشات القناة المراجعة لمدة 24 ساعة فقط البنات، لأن استفت لي بلاي ليست ديالي درت فيهم ديال الطبخ بوحدهم وديال التجميل بوحدهم وديال الفلوغات بوحدهم، يعني كل محتوى درته بوحده، ونقيت القناة من التعاليق اللي فيها اشترك معايا اشتركت معاك جيت عندك جيت عندي. المهم الحمد لله تفعلت القناة وبقيت كنكمل مع الناس اللي مازال ما كملوش السوايع ديالهم، والحمد لله القنوات ديالهم كملوا وتفاعلوا ودخلنا لعالم الدولار. تما عاد طلع علينا النهار البنات اللي جمعناه في الشهر كيديه عمل يويو في الاخر، ما خلينا خدمنا في الجروبات، ما خلينا كل شيء كيشكي كل شيء، ولكن الخدمه ديال الجروبات البنات نصيحه ما فيها ربح، الدولار ديالها راه ما كيبقاش كيطير فيها غير تماره بلا ربح، خاص الجروب غير تكلموا فيه وتعاونوا فيه على حسب الهضره وعلى حسب كل شيء. يعني الخدمه خاصها تكون عن البحث وفيها بزاف تقنيات اللي ما غاديش تقنيات يعني عفوا اللي ما نقدرش نقولهم لكم في الفيديو. اللي بغى شي سؤال الانستغرام ديالي نفس الاسم القناه ديالي، يعني نزها ميكس فلوغ، هذا هو الانستغرام ديالي درته خصيصا للتساؤلات ديال الناس اللي بغى شي سؤال ولا شي حاجه، يعني اي سؤال ان شاء الله بحول الله بلا ما نجبدوا نحل علينا هنا، يعني في الانستغرام مستعده انني نعطي لاي واحد الطريقه ديالو كيفاش يكمل الشروط ديالو بكل فرح، ما غادي ما غنديو معنا حتى حاجه، يعني نتعاونوا مع بعض وربي كيجيب اللي كيعاوننا. صافي بدينا في الجمع ديال الدولار، وما ننساش حبيبتي الغاليه سناء، سناء القناه ديالها سناء اي احمد فلوغ، انسانه ما شاء الله عليها كانت دائما مسانداني معنويا بكل حب وصدق، كل نهار كتقول لي خدمي على قناتك باش تطلعي الدولار، فين ما سمعت شي حاجه كانت كتقولها لي، ربي يسعدها ويفرح قلبك يا اغلى سناء في العالم، انسانه ما شاء الله عليها مكافحه وكتزودني بالطاقه الايجابيه، كانت كتنوض تقول لي ديري الفيديوهات ديالك ديري هذيك واش يجيك الكود دخلي هذا النهار راه الادسنس راه حط شحال عندك جمعتي الدولار دخلي شوفي، يعني كانت كتعطيني الكوراج كانت كتدفعني زعما ما شاء الله عليها. صافي والحمد لله جاني الكود الادسنس وفتحوا لي واحد البلاصه فين كنقدروا نسجلوا المعلومات ديال البنك، وتم كل شيء بسلام عقبال عند كل واحد ان شاء الله كيتمنى انه يحقق الشروط ديالو ويسترزق من القناه ديالو، الله يفتح بيبان الخير على الجميع. يعني انا كنبغي نساعد من قلبي وربي الحبيب ما كيخيبنيش اللهم لي الحمد، واخا انني كسوله ما كنحطش الفيديوهات بزاف، ولكن ربي الحبيب معاوني لله الحمد والشكر وكيلاقيني مع ناس غزلان، وهذه هي حكايتي باختي السهر، واي سؤال دائما كنرحب بالجميع
نساعد باش قديت من كل قلبي، نعاون كما قالوا نعاونوا بعض، وربي ما غاديش يتخلى علينا جميعا. كنتمنى تكون عجبتكم قصتي مع اليوتيوب، انا كنحاول نقولها لكم بزاف، راني قيدت زعما كاينه في الورقه، صحابكم هذه كلها فيها حفاظه وكلها قفازه، راني كاتبه في الورقه باش ما نتلفش، والله العظيم ها كتسمعوا الكتاب، باش راني غاديه بحال راني كنقرا، عرفتي ولا بحال انا حاطه قدامي ما عرفتش شنو المحفوظات، ياك المحفوظات. وشكر خاص لكل واحد ساندني وساعدني ولو بكلمة جميلة، شكرا للناس اللي ربحوا من عائلتي، وشرف ليا تكونوا معايا، يا ربي يحقق لكل واحد ما كيتمنى. وهكذا غادي يكون اليوم الفيديو ديال هذا النهار، تسالى البنات، شكرا لكم مرة أخرى على الوفاء ديالكم، ودمتم بألف خير، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، وأي سؤال مرحبا وألف مرحبا، السلام عليكم.